أسعد الله أوقاتكم بكل خير من نشرة الأخبار الموجزة والبداية من كورونا. فقد سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومعظمها كانت في العاصمة فيينا، وإضافة إلى ذلك 42 حالة وفاة. في خطاب عاطفي وصوت مدهدش، أعلن رودولف أنشوبا وزير الصحة النمساوي استقالته من منصبه، وذلك لأسباب صحية حسب ما ورد في تصريحه المختصر. وقال أنشوبا البالغ من العمر 60 عاما في فيينا أنه تعرض قبل أسبوع لانهيار ثان في الدورة الدموية، وأضاف أرى أنه يتعين الآن التوقف، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى وزير صحة لائق صحيا تماما في هذه المرحلة. يشار إلى أن نائب المستشار فيرنا كوغلا، وهو رئيس حزب الخضر، كان قائما بأعمال وزير الصحة خلال مدة مرض أنشوبا. وقد أعلن اختيار الطبيب الشهير فولفغانغ ميكشتاين لمنصب وزير الصحة وصفا إياه برجل الميدان. في ردود فعل على استقالة وزير الصحة، قال الرئيس النمساوي عزيزي رودولف أنشوبا، أشكرك باسم الجمهورية وشخصيا على عملك الدؤوب في هذا الوقت الصعب للغاية والمرهق. من جهته علق المستشار سيباستيان كوتس عن الاستقالة بقوله، أبلغني أنشوبا هذا الصباح باستقالته، قراره هو قرار شخصي للغاية، نحترمه جميعا بالطبع وأشكره باسم الحكومة. أما بالنسبة للمعارضة، فقد اعتبر زعيم حزب اف بي او نوبا توفا بأن استقالة الحكومة بأكملها هي الأفضل. أما زعيمة نيوس بياتا مان غازينغا فقالت صراحة، يجب القيام بانتخابات جديدة. وجه كل من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن وميخائيل لودفيك حاكم فيينا التهنئة إلى مسلمي النمسا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقال الرئيس بأن شهر رمضان هو شهر العبادة والتأمل، وتمنى الرئيس لجميع المسلمين السلام والخير. ولفت الرئيس إلى أن شهر رمضان يحيي قيما مهمة مثل السلام والتماسك والتضامن. من جهتي قال لودفيك حاكم فيينا أن شهر رمضان هذا العام يجيء مرة أخرى على نحو مختلف عن المعتاد بسبب جائحة كورونا، والتي نتمنى جميعا أن تزول قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ويعم الخير. أعلنت رئيسة حكومة ولاية النمسا السفلى يوهانا ميخائيل لاتنا مساء الاثنين تمديد حالة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا حتى 2 مايو المقبل، قسوة بالعاصمة فيينا. وقالت أن السبب في ذلك يرجع إلى الوضع الحرج في المستشفيات، ولا سيما داخل أقسام الرعاية المركزة. وبهذا سيمدد الإغلاق في ولايتي النمسا السفلى وفيينا حتى 2 مايو المقبل، وتعتزم ولاية بوغنلاند غدا الأربعاء البت في استمرار الإغلاق إلى ما بعد 18 من الشهر الجاري. أعلن كارل نهما وزير الداخلية النمساوي مشروعا تجريبيا لعودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية من الذين ليس لديهم فرصة للبقاء في بلدان المقصد في الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير، سيظهر هذا للناس في البلدان الأصلية أنه لا معنى لوضع آلاف اليوروهات في أيدي المهربين دون احتمال السماح لهم بالبقاء في الاتحاد الأوروبي. وسيلتقي الوزير مع نظرائه من شمال مقدونيا والبوسنة والهرسك وصربيا لإجراء مزيد من المحادثات في 26 من الشهر الجاري. بدت اليوم في لينز محاكمة 3 أشخاص من المتعاطفين مع تنظيم داعش الإرهابي، والتي من المقرر أن تستمر لعدة أيام، حيث تنفذ ضمن إجراءات أمنية مشددة. ويصف المدعي العام بأن هذه المحاكمة لا تتعلق بالدين الإسلامي، بل بالمتطرفين المؤيدين للأفكار اليمينية المتطرفة لتنظيم داعش. المتهم الرئيسي هو إمام مسجد ومعلم دين في لينزلاند،
شجع الشباب من خلال جمعية إسلاموية في لينز للالتحاق بالتنظيم. وقد أنكر محامي الدفاع التهم بقوله: لقد منع الناس من الانضمام إلى داعش. وفي 800 خطبة موجودة على يوتيوب عثر فقط على 4 جمل ذكرت في لائحة الاتهام. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم على إنفو قاعد لنكتب المعرفة. كنت معكم أنا ريم، إلى اللقاء.